كل من يزور قرية أصفون القديمة يجد هذا القصر الذي يسمى حبس القصور، لكن بعد البحوث التي قام بها الباحث جون بير لابورت تبين أنه كان حماما كبيرا بني من طرف الرومان سنة 25 قبل الميلاد، ارتفاعه يصل إلى 15 مترا وبني بالحجارة الصغيرة. تراوينا إنسان 15 متر دو لاميراينين سافيك دي بتيت بيير de 80 cm de large. Donc oui, c'est des bains romains qui a été fondé en 25 avant Jésus-Christ par Auguste. Carnes et Lewanini, Rusasus. Donc Rusasus, ça veut dire cap. Rus, Asus, c'est grand. Donc Rusasus, c'est Rusasus. À l'époque, ça veut dire c'est le grand cap. حسب الآثار المتبقية إلى يومنا هذا والبحوث التي قام بها الباحث جون بير لابورت، الرومان استعملوا قنوات من الحجارة لجذب المياه من منطقة تامغوت التي تبعد عدة كيلومترات. قناة الزاكوادوك لي روشي لي قوزاس بوذغا يا المالي فمال روح عند سيس مغوط عند عندها في ثمين مين ريح مزيون كحم زيون ولينا رفاد فوسفون ولينا رو شاتو دو عندي لكني الاستاد ني جوست افون لو شاتو دو يجي يا 200 متر يا ان شوديير 500 متر نيرون يا دي ريزيرفوار دو كي سو اون نومبر دو سيت اي لي ريزيرفوار دو ني ان فكينا مثل تيرماكي وكيد نقال الحبس القصور نتاع الحمامات. قرية أصفون القديمة مدينة تاريخية تنتظر الباحثين والمؤرخين لاكتشافها، وكذا التفاتة السلطات للحفاظ عليها وتحويلها لمنطقة سياحية.